أورشليم مدينة السلام لحد الآن لم تعرف السلام النهائي. صراع مرير حول هوية هذه المدينة. إسرائيل تعتبرها عاصمة لها، والمسلمون يعتقدون أنها جزء لا يتجزأ من مقدساتهم. فما هي أسباب هذا الصراع حول أورشليم؟ هذا ما سنعرفه في هذه الحلقة وبكل وضوح. أورشليم هي المدينة المقدسة في عرف اليهود والمسيحيين والمسلمين، لكنها أيضا مدينة الصراع. لا توجد مدينة في العالم عرفت هذا الصراع حول هويتها الدينية أكثر من أورشليم، فهي في نظر اليهود العاصمة الأبدية لهم. هي حيث جبل المورية، حيث قدم إبراهيم ابنه إسحاق ذبيحا. وفي نظر المسلمين هي القدس، هي أولى القبلتين وثالث الحرمين، هي مكان المسجد الأقصى، هي مسرى رسول الله حيث صلى بالأنبياء وربط البراق الدابة الطائرة هناك. وفي نظر المسيحيين هي حيث صلب المسيح وحيث يوجد قبره وكنيسة القيامة، وهي المكان الذي بدأت فيه الكنيسة الأولى. من يا ترى له الحق في هذه المدينة، وبناء على أي أساس؟ هل المسلمون أحق بهذه المدينة أم اليهود أم المسيحيون؟ وهل الصراع ديني أم سياسي، أم اختلط فيه الديني بالسياسي؟ هل سينتهي هذا الصراع بصفقة القرن، أم صفقة القرن هي مرحلة أخرى من مراحل الصراع؟ ما هو الحل لهذه المشكلة المعقدة التي يدور حولها نزاع استمر لقرون كثيرة؟ أرحب بكم مشاهدينا الكرام على قناة الكرمة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في برنامجكم بكل وضوح. سيكون معنا ضيف في هذه الحلقة الدكتور مردخاي كدار للرد على أسئلة الحلقة. للتذكير فقط، الدكتور مردخاي كدار هو أستاذ محاضر في جامعة بار إيلان في إسرائيل، وأيضا له خبرة أكثر من 25 سنة، أعتقد 25 سنة في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية. أرحب بك في برنامج بكل وضوح الدكتور مردخاي كدار. أهلا وسهلا، مساء الخير الأخ رشيد، وشكرا لك على استضافتي في هذا البرنامج الكريم. أشكرك، وأبدأ بأول سؤال، لماذا هذا الصراع الأبدي حول أورشليم؟ أولا علينا أن نفهم كيف أصبحت القدس أورشليم، كما نسميها يروشلايم، كما هي في الكتاب المقدس اليهودي، نعم، مقدسة للإسلام. قريش انقسمت، قبيلة قريش انقسمت إلى ثلاثة أجزاء. بنو هاشم بقوا في الحجاز، بنو أمية وكانوا آلاف منهم هاجروا إلى الشام، وبنو عباس هاجروا إلى العراق. نعم. وبما أن الكبلية مشكلة معروفة في ربوع هذه المنطقة، نشبت صراعات بين بني هاشم أهل البيت وبين الأمويين. هذه الصراعات وصلت إلى وجهها عندما أغتيل الخليفة الثالث عثمان بن عفان الذي كان من بني أمية. وبعد تنصيب علي بن أبي طالب كالخليفة الرابع في منتصف القرن السابع، تمرد عليه بنو أمية الذين كانوا في الشمال في الشام، وأخذوا السلطة من بني هاشم، وهكذا وصلت السلطة إلى بني أمية لمدة 90 عام
بين 661 ميلادية و750 عندما استولى على الحكم بنو عباس في العراق. العباسيون. بنو أمية، بنو أمية منعوا من الحج عندما نشبت ثورة عبد الله بن الزبير عام 682 ميلادية. وبسبب قطع دروب الحج على أيدي عبد الله بن الزبير، بحثوا الأمويون عن مكان مكدس كي يكون بديلا لمكة المكرمة تحت سلطته. ووجدوا يروشلايم أورشليم لتكون محجا بديلا من مكة المكرمة، ولكن كانت لديهم مشكلة. نعم. أن القدس، يروشلايم، إيليا، أورشليم، بيت المقدس، كل هذه الأسماء لهذه المدينة لم ترد في القرآن الكريم. ولذلك أخذوا آية من آية الإسراء والمعراج التي تتكلم عن إسراء السيد النبي من المسجد الحرام وهو مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى. وادعوا بأن هذا المسجد موجود في القدس أو في أورشليم، بينما حسب المؤرخين الإسلاميين مثل الواكدي وآخرين، المسجد الأقصى أصلا كان في أو جنب قرية الجعرانة الواقعة بعض الكيلومترات إلى الشمال من مكة المكرمة. هذه القرية كان لديها إلى جانبها مسجدان، الواحد كان قريبا من القرية ولذلك سمي بالمسجد الأدنى، والآخر كان في العدوى القصوى من الوادي الذي كان يمر جنب القرية، ولذلك وبما أنه كان أبعد من الأدنى سمي المسجد الأقصى. وهذا هو المسجد الأقصى أصلا الذي وهو الذي ورد في القرآن الكريم في السورة 17 آية واحدة. ولكن طيب خليني أستوقفك هناك. طب ماذا عن قصص الإسراء والمعراج التي تتحدث بصراحة عن بيت المقدس ولا تقول فقط المسجد الأقصى؟ هي تتحدث حتى أن الروايات تقول بأن محمد وصف لهم بيت المقدس وصفا يعني بالتدقيق، وهناك ربط محمد دابة البراق، وهناك صلى بالأنبياء، ومن هناك تم المعراج. كل هذه الحكايات قد حيكت بعد العام 688 ونسبت حسب يعني الحديث، يعني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال هكذا وهكذا. وكل هذه الروايات كلها من اولها الى اخرها هي من إنتاج علماء السلاطين الذين خدموا في بلاط بني أمية منذ العام 688، 50 عام بعد وفاة السيد النبي عليه الصلاة والسلام، لتبرير اختيار يروشلايم أورشليم كمكان بديل للحج بدلا من مكة المكرمة. كل هذه الحكايات والروايات والأحاديث لفكت وزورت وحيكت في تلك الأيام، وبطبيعة الحال هذا هو للأسف الشديد ما حدث للحديث. شوف، أنا لست الأول الذي يقول بأن أجزاء شاسعة من الحديث مزورة. قبل 12 قرن، قبل 12 قرن وقف 9 علماء مسلمون وطوروا أدب الجرح والتعديل لهذا السبب بالذات، لتنقية الحديث من كل الشوائب التي حلت به ودخلت فيه على أيدي المغردين وأصحاب المصالح مثل
بني أمية. نعم، لكن علماء الجرح والتعديل صححوا هذه الأحاديث التي تتحدث عن الإسراء والمعراج، لأنهم خدموا في بلاد بني أمية. وإذا لم يصححوا تلك الأحاديث لكانت تقطع رؤوسهم على أيدي ماذا عن حكايات دخول عمر بن الخطاب إلى أرض إلياء، وماذا عن حكايات قبة الصخرة مثلا في عهد بني أمية؟ ألا تعطيهم الحق في اتخاذ أورشليم كمكان مقدس طالما في مقدسات هناك الآن؟ هذا بالعكس، كل هذه الحكايات عن ما حدث مع عمر وكعب الذي كان من دخل كل هذه الحكايات اليهودية الإسرائيليات كما يقولون إلى القرآن وإلى الحديث، هو بمعنى كعب عندما دخل أورشليم بعد أن استسلم في أيام البيشوب سوفرونيوس. نعم، الحكايات التي وردت إلينا هي أنه حاول أن يقنع عمر بن الخطاب بقدسية هذه المدينة، ومثلا دخل إلى الحرم الشريف وهو حافي، يعني كأن هذا المكان مكان مقدس. ولكن عمر رفض كل هذه المحاولات لكعب لأن يولي أي قدسية للقدس. هذا كان في العام 637 عندما احتلت هذه المدينة على عيد المسلمين، فتحت يعني ليس عنوة ولكن صلحا عندما استسلم سوفرونيوس لعمر بن الخطاب. ولكن عمر رفض كل محاولات كعب لتقديس هذه المدينة. هذا يدل بأن عمر الذي عاش مع النبي كتف إلى كتف لم يعلم بأن هذه المدينة مدينة مقدسة، لأنه لم يسمع عن هذا الشيء من محمد. إذن حضرتك تؤمن أنه أولا المسجد الأقصى لا يوجد في القدس لكن هو مكان آخر في الجعرانة، وأن حكايات الإسراء والمعراج هي نسجت لاحقا لإعطاء قدسية لهذا المكان ولتبرير يعني أفعال سياسية بتاع بني أمية؟ خليني أنتقل للجانب اليهودي. طيب، ما هي الأسس التي بنى عليها اليهود أحقيتهم بأورشليم؟ أولا، أورشليم كانت العاصمة للدولة اليهودية التي كانت هنا في هذه الأرض تحت قيادة داود وابنه سليمان وسلالة طويلة من الملوك الذين انحدروا من داود وسليمان. هذا هي كانت ملك ومملكة يهوداء، ولذلك نحن نسمى يهود بعد بسبب هذه المملكة. وهذه المملكة ذكرها وارد كثيرا كثيرا في كتب اليونانيين من القرن الخامس قبل الميلاد، وفي كتب الرومانيين الذين احتلوا هذه المدينة، واللواء العاشر أو الفرقة العاشرة الرومانية قد كانت في القدس في أورشليم حوالي 200 عام يعني قبل وبعد أن خربوا الهيكل الثاني في عام 70 ميلادية. وكل هذه كل هذا التاريخ اليهودي لمدينة أورشليم جاء في كتب التاريخ للأمم الأخرى، ليس فقط في الكتب اليهودية ولكن في الكتب اليونانية والرومانية للمؤرخين يونانيين ورومانيين زاروا هذا المكان وشاهدوا ما شاهدوا وكتبوا ما كتبوا، وهذا يعني وارد الكثير. شوف، في روما حتى اليوم هناك قوس إملاك، قوس تيتوس الذي بني تخليدا لانتصار الرومانيين على مملكة يهوداء اليهودية. وفي هذا، وكل من يزور روما
اليوم يتمكن من أن يشاهد مظهر المنكوش على هذا القوس، وهذا المظهر يظهر الجنود الرومانيين وهم يحملون الأدوات مثل المنورة السراج الذي كان له 7 أفرع في بيت المقدس، ولذلك سميت المدينة بيت المقدس بالعربي. بيت المقدس هذا البيت المقدس في اللغة العبرية، وانتقل العربية تحت الاسم بيت المقدس. وهذه الأدوات التي أخذت على أيدي الرومانيين منكوشة على هذا القوس قوس تيتوس في روما حتى هذا اليوم، وكل من يزور روما يتمكن أن يشاهد المشهد كيف حمل الجنود الرومانيون أدوات بيت المقدس، بيت المقدس يعني البيت المقدس، من يروشلايم إلى روما. نعم. لإظهار إذن الأساس الأول الذي تبني عليه هو الوجود التاريخي السابق لليهود، وأن يروشلايم أو أورشليم هي عاصمة مملكة يهودا قبل الميلاد حتى، وهذا معترف به في الوثائق التاريخية خارج النصوص المقدسة اليهودية، فكم بالأحرى داخل النصوص المقدسة. طب ما هي الأسس الأخرى؟ هل هذا هو الأساس الوحيد أم هناك أيضا أسس أخرى بنى عليها اليهود أحقيتهم بأورشليم؟ هناك الكثير من الموجودات الأثرية، آلاف الآلاف من العمولات والمخطوطات على الحيطان والأواني والكثير من الأدوات التي تدل على وجود الهيكل اليهودي في القدس. شوف، حتى في متحف إسطنبول هناك مخطوطة كانت على الحائط ل ما يقول بالعربي نفق الشلوح، نفق سلوان. نعم. وهذا النفق خفر في على أيدي الملك حزقيا عندما هيأ المدينة للحصار البابلي على هذه المدينة في القرن السادس قبل الميلاد. وبما أن العمال حفروا النفق من الجانبين، وعندما التقوا تحت الجبل رسموا على الحائط هذه الواقعه، واقعه الالتقاء من الجانبين. عندما سمع الواحد الشاكوش يعني من الجانبين، يعني وهم يعني الشاكوشان من الجانبين يعني يضربان بعضه البعض، ولسبب الفرح العارم الذي كان في تلك اللحظه كتبوا على الحائط ما حدث عندما التقوا تحت الأرض لحفر النفق لجلب مياه العين الموجودة هناك إلى داخل المدينة. هذه المخطوطة موجودة حتى اليوم في متحف إسطنبول. وكل من يريد أن يقرأ ما كتب اليهود مئات السنين قبل الميلاد، بمعنى أكثر من 1000 سنة قبل ظهور الإسلام، يمكنه أن يذهب إلى متحف إسطنبول، لأن الأتراك قد سرقوا هذه المخطوطة وهي اليوم موجودة هناك. يمكن العثور عليها في الإنترنت، نكبات الشلوخ أو كتوبة الشلوخ، مكتوبة أو مخطوطة السلوان، يمكن لكل واحد أن يجدها، وهي بالخط العبري القديم. هذا أولا. ثانيا، علينا أن أشير بشأن قدسية يروشلايم للإسلام. الشيعة وهي واحد من 6 من المسلمين، لا يعتبرون يروشلايم القدس مكانا مقدس الثالث بعد مكة والمدينة. عند الشيعة المكان الثالث بعد مكة والمدينة هو مدينة النجف الأشرف في العراق. لماذا؟ لأن الشيعة كانوا أعداء لبني أمية، وبما أن بني أمية هم الذين قدسوا مدينة أورشليم لتحويلها
إلى مكان للحج بدلا من مكة المكرمة. الشيعة بمعنى أهل البيت وهم أصلا من بني هاشم لم يقبلوا بهذا التقديس، ولذلك قدسوا هم الشيعة قدسوا مدينة النجف الأشرف حيث دفن علي بن أبي طالب وبعده الكثير من علماء الشيعة. نعم. وهذا كله يدل كل هذه الصراعات السياسية التي حدثت أحدثت قدسية القدس، وكل الحكايات الموجودة في الحديث عن القدس بما في ذلك قصة الإسراء والمعراج المراد منها تقديس القدس على حساب مكة المكرمة. نعم. ابن تيمية ألف كتاب صغير قصير اسمه فصل في زيارة بيت المقدس، وفي هذا الفصل ابن تيمية يحرم الحج إلى القدس، بمعنى كان هناك حج للقدس، ويحرم يعني الأداء بمناسك الحج في القدس، بمعنى كان هناك من يقوم بهذه المناسك في القدس. نعم. ونوعا ما هو نزل قدسية القدس إلى قدسية كل مدينة أخرى مثل بيروت ودمشق والقاهرة والإسكندرية وإلى هكذا. نعم. ولذلك على فكرة السعوديون وهم أتباع ابن تيمية، لأن المذهب الوهابية هي وهابية سلفية، من الوهابية مشتقة من الحنبلية، وابن تيمية كان من أنوار المذهب الحنبلي. نعم. وهم لذلك هم بمعنى السعوديون اليوم لا يشاركون الفلسطينيين بالضجة الإعلامية التي يثيرها الفلسطينيون بسبب القدس. نعم. لأن السعوديون يعلمون جيدا بأن تقديس مدينة القدس كان بسبب الخلافات السياسية بين بني هاشم الذين بقوا الحجاز وبني أمية الذين هاجروا إلى الشام. نعم. طيب خليني أسأل سؤال آخر، بما أنك بنيت على الأركيولوجي وعلى التاريخ، في بعض الناس يعترضون على هذه الحجة ويقولون لا يمكن الرجوع إلى الوراء، ما هو مثلا تركيا أو إسطنبول كانت عاصمة مسيحية، لكن بما أن الغزو الإسلامي الذي يسمونه الفتح دخل هناك وصارت يعني بلد إسلامي، لا يمكن الرجوع اليوم إلى الخلف، فالتاريخ لا يعطي الأحقية أحيانا، بما أن المسلمين دخلوا هناك و استسلم سكان المدينة وخلاص صارت مكان إسلامي، لا يمكن أن نعود بها للخلف حتى لو كان التاريخ يعطي هذه الأحقية لليهود. ما جوابك على مثل هذه الحجة؟ نحن لا نقبل بذلك، لأننا قد نفينا من أرض أجدادنا بغير حق، وحتى القرآن الكريم يذكر بأنه سمح للذين أخرجوا من منازلهم بغير حق سمح لهم بأن يقاتلوا من أجل الرجوع إلى أرض ديارهم، وهذا حسب القرآن الكريم، وهذا الحق يعني مصون لنا أيضا كما هو ربما للآخرين. وأنا أقول لأصحاب الفلسطينيين، إذا كنتم موالون لهذه الأرض لمدة 2000 عام ربما الله سبحانه وتعالى سيعيدكم إليها. نحن كنا نصلي إلى هذه الأرض إلى يروشلايم، وهي قبلتنا الأولى والأخيرة، وليس لنا أي قبلة سواها. وكنا نذكر خراب البيت وخراب الهيكل، وكنا نأمل في الرجوع لمدة 2000 عام من النفي منذ خراب الهيكل الثاني عام 70 ميلادي. ولذلك الله سبحانه وتعالى أعطانا الفرصة وأعطانا القدرة وأعطانا موافقة المسلمين، لأن لا تنسوا بأن الحركة الصهيونية قد بدأت، المؤتمر الأول للصهاينة كان في عام 1897 عندما كان الأتراك العثمانيون يحكمون هذه الأرض، وهم الذين سمحوا ب مثلا تشييد مدينة الأبيب في عام 1909، بمعنى رجوعنا إلى أرض أجدادنا كان تحت إشراف وتحت مساعدة وتحت سيادة
وتحت العين المفتوحة للمسلمين الأتراك العثمانيون، ونحن سوف لن ننسى لهم هذا المعروف وهذه اللفتة الجيدة الذين سمحوا لنا ببداية الرجوع إلى أرض أجدادنا، ونحن لهم شاكرين. نعم، ماذا عن المتعبدين يعني من المسيحيين والمسلمين؟ هل تسمحون لهم وتصونون أماكنهم المقدسة وتحترمون حقهم في العبادة؟ المسيحيون لديهم كنيسة القيامة، المسلمون لديهم مسجدهم الآن، حتى لو قلت بأن المسجد الأقصى كان في مكان آخر لكن اليوم لهم الأقصى هناك، هل تحترمون حرية العبادة في هذه الأماكن؟ منذ عام 1967، منذ أن حررنا مدينة يروشلايم من الاحتلال الأردني الغير قانوني وغير شرعي، والمدينة مفتوحة على مصراعيها للمسيحيين وللمسلمين ولليهود للتعبد فيها كما شاءوا حسب تقاليدهم، وهناك شرطة تحافظ على حقوق الجميع، والمسلمون في أعيادهم وفي أيام الجمعة وفي كل أيام الأسبوع والسنة يتمكنون من التوجه إلى المسجد الأقصى كما يقولون والصلاة فيه، طالما أنهم لا يحدثون المشاكل للآخرين. عليهم أن يحترموا حقوق الآخرين بالزيارة المكان. نحن اليهود لا نصلي في هذا المكان احتراما لحساسية المسلمين، وهذه الحساسية عالية جدا. لماذا؟ حسب التعاليم الإسلامية، الإسلام وحده هو دين حق، بينما اليهودية والمسيحية دين باطل. هذا يعني هذا الاعتقاد الإسلامي من الشرق إلى الغرب، يعني حتى الشيعة تعتقد بذلك بأن الإسلام دين حق واليهودية والمسيحية أديان باطلة. هم بمعنى المسلمون يرون دولة إسرائيل، ونحن اليهود قد عدنا إلى أرض أجدادنا وجددنا سيادتنا بما، واليهود كما تعلم ما المسيحيين عليهم أن يعيشوا تحت رحمة الإسلام كأهل ذمة، وعلينا أن ندفع الجزية حسب التعاليم الإسلامية. ولكن وجود إسرائيل هو بمعنى تمرد على التعاليم الإسلامية واحتلال كما يقولون القدس في حرب 67، ونشاط يهود في الحرم الشريف بمعنى في بيت المقدس وفي المكان الذي كان عليه سابقا بيت المقدس، هذا ينظر إليه من جانب الإسلام وكأنه تحد ديني لوجود الإسلام. لأن سبب وجود الإسلام هو استبدال الأديان السابقة وتحويلها إلى أديان باطلة. ولكن إسرائيل كدولة والنشاط اليهودي في القدس وفي يروشلايم وخاصة في الحرم الشريف يعد عند المسلمين كرجوع الديانة اليهودية إلى الحياة بمساعدة المسيحيين منذ أيام بلفور في إعلان بلفور في 1917، وأخيرا اعتراف ترامب الذي يسانده التبشيريون المسيحيون، وهذا يعني كونسبيرسي يعني مؤامرة يهودية مسيحية ضد الإسلام في نظري لإعادة إنعاش اليهودية في هذا المكان وعلى هذه الأرض، وهذا تحد لوجود الإسلام ولكونه ديانة جاءت للعالم لاستبدال اليهودية والمسيحية ولتحويلهما إلى أديان باطلة. هل كان المسلمون يسمحون، هل كان قبل 67 كان المسلمون يسمحون لليهود بالتعبد هناك وبغيرهم؟ لا بالمرة، لم يسمح. اتفاقات الهدنة التي وقعت في عام 1949 نست
على أن الأردنيين عليهم أن يسمحوا لليهود بالتوجه إلى الأماكن المقدسة، خاصة حائط البراق والحائط الغربي لبيت المقدس، لبيت المقدس، وهم لم يفوا بهذه التعهدات ولم يعطوا للإسرائيليين ولليهود أي حق في التوجه إلى الأماكن المقدسة. فقط تحت السيطرة الإسرائيلية هناك حرية دينية للجميع، حتى الرئيس أنور السادات الذي جاء ليروشلايم في مبادرة السلام عام 1977، كان هذا عيد الأضحى، وذهب إلى المسجد الأقصى ليؤدي فريضة الصلاة في المسجد الأقصى. هناك من انتقد ولا ذلك وهناك من لا، ولكن حتى الرئيس الراحل محمد الوساط الذي صنع السلام على إسرائيل ذهب للمسجد الأقصى بكل الكرامة وبكل احترام. نعم، أذكر مشاهدين أنه ممكن تتصلوا بالبرنامج وتشاركوا بتعليقاتكم وأسئلتكم بعد هذا السؤال، وبعدها سأبدأ في أخذ المكالمات. اليوم الدكتور مردخاي كدار، اليوم يتحدث العالم عن صفقة القرن، وطلعت وثيقة صفقة القرن. هل تعتقد أن هذه الفرصة هي الفرصة الأخيرة لحل النزاع العربي الإسرائيلي، خاصة حول موضوع أورشليم؟ لا أعلم، لأن إذا قلت بأن هذه الفرصة الأخيرة أنا أصبحت نبيا، أنا لا أعلم ماذا سيكون في المستقبل. ولكن إذا نظرنا إلى التاريخ، فكل خطة هي أقل بالنسبة للفلسطينيين من الخطة السابقة. ولذلك إذا استمر ترامب في الحكم لمدة إضافية لأربع سنين، هذا بطبيعة الحال سيأتي بالحلول الأكثر يعني سوءا من ناحية الفلسطينيين في هذا المكان. ولكن علي أن أشير، شوف، هناك مقولة بالعربي: الكذاب بده يكون ذكور. هناك كتب نشرت في الأيام الأردنية، هذا Guide to the West Bank of Jordan، هذا الكتاب من عام 1963، وهو منشور رسمي أردني، وفي الصفحة الأولى هناك خريطة للقدس. في المكان للحرم الشريف مكتوب عليه ماونت مورايا. ماونت مورايا، جبل المورايا، ما يمكن أن تشاهد جبل المورايا. ماونت مورايا، نعم، جبل مورايا. وهذه خريطة أردنية، والأردنيون لم يكونوا صهاينة حتى لليوم واحد، وهم يعترفون بهذه الخريطة الرسمية بأن هذا المكان ماونت مورايا الوارد في الكتاب المقدس اليهودي. نعم. وأماكن أخرى مثل تومب أوف زكريا كبر، وأبشالوم سبيلر، فاليو أوف جهوشفات، ماونت زايون، جبل صهيون هنا. أوكي، وهذا يدل أن الأردنيين كانوا يعترفون بأن هذا المكان كان ماونت مورايا الوارد في الكتاب المقدس اليهودي. ولكن بعد 67 كل الخرائط التي رسمها والأقصى على فكرة هو المبنى في جنوب الحرم الشريف. الأقصى المبنى في جنوب الحرم الشريف. اليوم بعد أن حررت إسرائيل عاصمتها التاريخية، الخرائط يعني مختلفة، تغيرت بقدرة قادر. نعم، في الوقت الحاضر الخرائط التي يرسمها الفلسطينيون أصبح الأقصى كل المساحة 144 دونم، والبناية والمبنى في جنوب الحرم أصبح الجامع القبلي. بمعنى غيروا الخرائط، وماونت مورايا اختفى تماما. بمعنى الخرائط قبل تحرير القدس على أيدي اليهود اعترفت بيهودية القدس، ولكن بعد أن حررت القدس أو يروشلايم على أيدينا، الخرائط العربية
مختلفة اليوم تغير. أقصى أصلاً. خليني اشرك معنا بعض المشاهدين في الاتصال في يعني مشاركه في النقاش. ناخذ الاخ ادوارد من امريكا. تفضل اخي ادوارد. اهلا بك يا استاذ رشيد. اهلا وسهلا. الراجل الدكتور ده مردخاي قيدار نعم قيداري بيخلط السم بالعسل ازاي وبيقول كل كلامه. انا اديني بعد اذن حضرتك وقت عشان اقدر اشرح لك الفكره بتاعتي. اول حاجه احنا لو هنتكلم عن تاريخ فلسطين بالتحديد فبقرب مجموعه من المراحل. هو بيركز على مرحلة واحدة وبينسى كل المراحل قبل كده وبعد كده. أول مرحلة كانت من إبراهيم لسفر الخروج لداود وسليمان للسبي الأول والسبي الثاني والمكابيين الأول والثاني وبعد كده المسيح وبعد كده سنة 73. الفترة دي ما فيش خلاف عليها ومذكورة ومسجلة تماما. رقم واحد. بعد 73 لغاية سنة 73 ميلادية لما دمرت القدس تماما حسب نبوءة السيد المسيح يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين لغاية سنة 1948 اليهود ما لهمش أي حق في فلسطين لأن هم سابوها تماما لمدة كام سنة؟ 1875 سنة. فمش ممكن بأي مقياس بعد 1875 سنة يجي واحد يقول لك ده البيت بتاعي. ما ينفعش لأن كده ده بيغير تاريخ العالم كله. إنجلترا النهاردة تقول لك الهند بتاعتي ومصر بتاعتي وأفريقيا كلها بتاعتي. دي أول حاجة. الحاجة التانية ما فيش حاجة حاليا دلوقتي اسمها شعب الله المختار. انتهت هذه النظرية بأن احنا اولاد الله الحقيقيين المؤمنين باسمه. لا لا احنا 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 ما ندخلش العنصر الايماني. احنا ما كناش بنتكلم عن العنصر الايماني. العنصر التاريخي انا حضرتك خلاص يبقى حلو جدا انت ريحتني كويس قوي كده. احنا هنبعد العنصر الديني تماما ونتكلم بالعنصر التاريخي. حاليا دلوقتي دي دولة استيطانية. دي دولة لا تحترم المواثيق لا تحترم المعاهدات. كل كلامها بتلحسه وادي شوف الامم المتحده كلها وضعها قد ايه. مفيش بيان في الامم المتحده ضد نعم. طيب خلاص عشان ما تكترش يعني الحاجه الثانيه الى الان طرحت يعني نقطتين هامتين. خلينا عشان نعطي الفرصه للدكتور مردخاي يرد عليهم. اول نقطه دكتور مردخاي انت سمعتها حضرتك انه تقريبا لمده 1875 سنه قال انه تخلوا عن الارض يعني اليهود تخلوا عن هذه الارض فكيف يعودون بعد حوالي 18 قرن ويطلبوا حقيتهم بهذه الأرض. والنقطة الثانية أن إسرائيل هي دولة مغتصبة ولا تحترم حقوق الإنسان ولا تحترم العهود والمواثيق الدولية. تفضل. أنا أعتقد بالعكس نحن اليهود بقينا أوفياء وأولياء لأرضنا ولمقدساتنا ولمديناتنا ولم نقطع هذه الصلة التاريخية والدينية. صلينا إلى اتجاه القدس من كل مكان وكنا مستضعفين وكنا ملاحقين. هل كنتوا تحجوا إلى بيت هامقداش كلما سنحت الفرصة؟ كان هناك اليهود الذين زاروا هذه الأرض وكتبوا كتبا مثل بنيامين متوديلا والخخام ابن ميمون نعم هو أيضا زار هذه الأرض. وعندي سؤال آخر، هل انقطع اليهود من هذه المنطقة على الإطلاق أم كانت دائما هناك بقية يهودية في هذه المنطقة؟ كانت دائما بقية يهودية صغيرة ضئيلة، إما كان هذا في الجليل بمعنى في الشمال في قرية بكيعين بكيعة أعتقد اسمها بالعربي، وهناك في الخليل في مدينة الخليل حبرون، وكان هناك طائفة يهودية بصورة شبه دائمة في مدينة صفد في الشمال. شوف كانت المشكلة في أيام المسيحيين في أيام البيزنطيين الروم كما يقولون هم لم يسمحوا لليهود أن يدخلوا مدينة القدس لمدة مئات السنين. كعب الأحبار الذي جاء مع عمر بن الخطاب كان اليهودي الأول منذ مئات السنين الذي سمح له بالدخول إلى المدينة بصورة مكشوفة كيهودي. أوكي. وبعد ذلك أيضا بعد على فكرة بسبب السماح لليهود بالدخول القدس بعد الاحتلال الإسلامي كان الكثير من اليهود يعتقدون بأن الإسلام
هو شان من الخلاص، يعني الخلاص وصل على مراحل، والإسلام هو يعني خلاص لليهود من المنفى ومن الجالوت ومن كل هذه الأشياء. هذا كان هناك الكثير من اليهود الذين كانوا يعتقدون في تلك الأيام بأن الإسلام سيكون الخلاص لليهود والرجوع اليهود إلى أرضهم بسبب السماح لليهود بالرجوع إلى القدس. كانوا يرون في الإسلام مخلصا لهم من المنفى في البداية، لكن بعد ذلك اكتشفوا الحقيقة المرة. أنا كان عندي سؤال لك دكتور مردخاي، يعني كيف ستصلون للسلام مع شعوب عندها نصوص مقدسة أنها ستقتلكم في آخر الزمان؟ حضرتك أكيد عارف بالأحاديث عن نهاية الزمان أنه سيختبئ اليهودي خلف شجر الغرقد، وأن الحجر سيفضح يقول تعالى يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. كيف ستصلون للسلام مع شعوب عندها هذه النصوص المقدسة التي توصي بقتل اليهود في آخر الزمان؟ أولا ليذكرك الأخ رشيد العزيز، هناك السلام بين دولة إسرائيل ودولة مصر، ودولة مصر هي أكبر دولة عربية، وهناك السلام بيننا وبين الأردن أيضا، والسلام بيننا وبين مصر أكثر من 40 عام منذ عام 79، والسلام مع الأردن يقترب لعام 30 لأنه وقع عام 1994. لكن خليني أكون صريح معاك حضرة الدكتور، عندكم سلام مع الدول لكن ما عندكم سلام مع الشعوب. الشعوب تكرهكم، تخرج في مظاهرات الموت لأمريكا وإسرائيل، تتمنى لكم الموت، إيران بدها أنه ترميكم في البحر. لو أعطيت السلطة للجماعات الإسلامية لا آمنوا بأن إزالة إسرائيل واجب على كل مسلم. لو انتصروا عليكم في الحرب 67 وفي الحروب التي مضت لكنتم في خبر كان، لكن الآن هو سلام المضطر، سلام الضعيف وسلام الدول، لكن الشعوب لها كراهية وتؤمن بهذه النصوص. شوف، في الإسلام هناك سوابق لتوقيع سلام مع الكفار. أول سابقة هي سلام حديبية من عام 128 ميلادية، وهذا السلام الذي وقع السيد النبي مع قريش يعني كسلام لتسعة سنين وتسعة أشهر وتسعة أيام. هو خرق هذا السلام بعد سنتين في عام 630 عندما احتل مكة المكرمة. وهذا يعني هذه السابقة تمكن المسلمين من توقيع سلام مؤقت كما كان سلام حديبية مع الكفار ومع الآخرين عندما يكون هؤلاء الآخرين أقوياء غير مقهورين. صحيح. ولذلك على فكرة السلام مع مصر كان مبنيا في عام 1979، كان مبنيا على فتوى أخرجها الأزهر إلى الرئيس محمد أنور السادات، وسمح الأزهر للسادات بتوقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل كما فعل السيد النبي مع قريش في حديبية. لكن هي هدنة مؤقتة لحد ما نستعيد القوة ونسحقكم، يعني ده الفكرة يعني. شوف، هذا السلام الوحيد الموجود في سوق الشرق الأوسط. نحن لا نأمل بأن يقبلنا الآخرون مثل أوروبا ومثل أمريكا، يعني هذه منطقة يعني لها مشاكل كما نشاهد من مشرق الشرق الأوسط إلى مغربه. هناك مشاكل بالقبول بالآخر عامة، والآخر يمكن أن يكون الكردي وقبيلة أخرى وديانة أخرى وطائفة أخرى، ونحن نشاهد الشرق الأوسط وحدث ولا حرج عن مشاكل هذه المنطقة، ونحن أيضا آخر يعني ولا يقبلنا البعض. ولكن الشرق الأوسط يعطي السلام المؤقت حسب سلام حديبية لمن ليس هو مقهور، ولذلك
إذا كانت إسرائيل غير مقهورة إلى الأبد فهي تقبل من جيرانها سلام مؤقت إلى الأبد. سلام مؤقت إلى الأبد، حلو. خلينا ناخذ الأخ يوسف، خلينا ناخذ الأخ يوسف من كندا. أهلا بك الأخ يوسف. أهلا أخ قنبلة الخير. الله يخليك، تفضل. بس عندي سؤال أخ رشيد. نعم. الدواعش. إيه. الدواعش. الدواعش. هم إسلام أو غير دين. لا هم بوذيين. No, I don't think so. طيب ما انت عارف. ما بدي ما انت انت خليت في قسم المسيحيه كمان كانوا مغمضين. طيب يعني انت فتحت عيونه وفتحت اذانهم كلهم. طيب معلش عشان الوقت وعشان الموضوع محصور في الصراع الديني حول اورشليم، يا ريت تعطيني سؤال في هذا الموضوع ارجوك. انا لا اقرا ولا اكتب رشيد. لا اقرا ولا اكتب، عرفت كيف؟ يعني هلا لنا عم يعبدوا النبي محمد، النبي محمد شو علمهم؟ القتل والذبح. طيب والكل شيء، صح ولا لا؟ طيب معلش معلش حتعذرني لانه انا حابب اخذ مكالمات تصب في اطار حلقه، خلينا ناخذ جورج من المانيا. تفضل اخي جورج من المانيا. اخي رشيد. نعم. سلام المسيح معك وسلام لضيفك العزيز الأخ مردخاي. الله يخليك، شكرا، تفضل. سؤالي بس يعني، وده كان طرحه أبونا زكريا، وسؤال هو مش كلامه يعني، فضل أبونا زكريا. تفضل. يعني إزاي هم هيقدروا يهدوا المسجد الأقصى ويبنوا مكانه معبد هيكل سليمان يعيدوه تاني؟ طيب يعني يقدروا يعملوها ازاي؟ طيب امتى؟ طيب انا يقدروا يتفادوا التصادم اللي عقول المسلمين متسممه، يعني عنده المسجد الاقصى ده ممكن يقتل امه ولا يقتل مراته ولا اخوه عشان خاطر المسجد الاقصى. انا طيب انا اشكرك على هذا السؤال. خليني اتوجه لك دكتور مردخاي. في اشاعه اطلقها الاعلام الاسلامي ان اليهود عن بالسر وبالمستخبي بيحاولوا يحفروا تحت المسجد الاقصى عشان يهدوه، عشان عايزين يبنوا الهيكل مره ثانيه ويعيدوا مجد الدوله، دوله يهودا القديمه. في هذه الاشاعه منتشره واكيد أنك على اطلاع فيها. أنا شخصيا زرت إسرائيل وذهبت إلى النفق تحت ووجدت أنها أعمال حفرية لا علاقة لها بهد المسجد الأقصى ولا علاقة لها بإعادة بناء الهيكل. ما تعليقك على هذه الإشاعة المنتشرة؟ نحن اليهود نؤمن بأن الهيكل الثالث وهو سيكون الأخير سينزل من السماء كاملا عندما يريد الله سبحانه وتعالى أن ينزله إلينا كاملا. نعم. نحن لا نفعل بأيدينا أي شيء، لا نهدم أي شيء، لا نخرب أي شيء. والمسلمون لهم مسجد في جنوب الحرم الشريف، والكبة كبة الصخرة فوق الصخرة، لهم لهم وعليهم عليهم. نحن لا نغير أي شيء منذ 53 عام منذ أن حررنا هذه المدينة من الاحتلال الأردني الغير قانوني والغير شرعي. وهذه المدينة مفتوحة، كان لنا يعني الكثير من الوقت. إذا كنا نريد أن نغير المعالم على في هذا المكان لكنا نتمكن من عمل ذلك يعني منذ 53 عام، ولكن ليس عندنا أي نية وأي رغبة. نحن نصلي إلى هذا المكان ولكن لن نغير أي شيء فيه، وننتظر بمنتهى الصبر لله سبحانه وتعالى. عندما يرى الساعة فهو سينزل الهيكل الثالث كاملا. نعم. من السماء إلى هذا المكان عندما شاء الله. وأنا عرفت أنه بنفسي بإمكان أي سائح أجنبي، حتى القنوات الإسلامية بإمكانها أن تذهب إلى هذا النفق وتصور بنفسها وسترى بأعينها. لماذا لا يقومون بذلك؟ لماذا يصرون على نشر الشائعات؟ لا أفهم. خليني يعني أسأل سؤال آخر. في
هذه الصفقة القرن التي يتحدث عنها الكثيرون الآن، الفلسطينيون رفضوا ومعهم عدد كبير من المسلمين رفضوا واعتبروها انحيازا أمريكيا لجانب الصف الإسرائيلي، ما تعليقك؟ شوف الأمريكي قد فهم حقيقة ما يريده الفلسطينيون. شوف هذه اللفحة الفلسطينية، على هذا الجانب مكتوب القدس لنا، وهذا يعني علم PLO يعني منظمة التحرير الفلسطينية. نعم. يعني السلطة الفلسطينية القدس لنا، منذ مات القدس تبع لهم، ولكن الجانب الآخر هو فلسطين، فلسطين الكاملة من البحر إلى النهر. فأين هي إسرائيل؟ أين إسرائيل؟ غير موجودة على الخارطة تماما، وهم يعلمون العلاقة، لأن إذا كانت لديهم القدس كل الأرض ستكون تابعة لهم، لأن بدون صهيون، وهذا اسم القدس، ليس هناك صهيونية. ولذلك هذا الشيء واحد عندهم، هم يطالبون بالقدس لإزالة إسرائيل تماما من الخارطة وتحويلها إلى فلسطين، هذا ما يريدون. أوكي، وعندما اكتشف الأمريكيون هذه النية الفلسطينية فهم فهموا بأن الفلسطينيون يريدون اقتلاع القلب النابض للديانة اليهودية ألا وهو مدينة يروشلايم، لاقتلاع الحياة من إسرائيل، وهم يعلمون. شوف هم يتكلمون بهذا الشيء جليا، هم يصرون على اقتلاع القدس من إسرائيل لإزالة إسرائيل كليا. وعندما اكتشف الأمريكيون هذه الحقيقة فقالوا لهم الأمريكيون يعني عليكم أن تنسوا من هذا الشيء، لأن إسرائيل لها الحق في عاصمتها. شوف القدس لم تكن ولا ليوم واحد أي عاصمة لأي دولة، لا عربية ولا إسلامية. وهناك سؤال، الأردنيون كانوا قد احتلوا الضفة الغربية والقدس الشرقية لمدة 19 عام بين 48 و67، لماذا الأردنيون لم يقيموا دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف عندما كان هذا بإمكانهم؟ هل كانت لإسرائيل طريقة لمنع هذا الشيء؟ لا، الأردنيون لم يعطوهم دولة مع القدس يروشلايم كعاصمتها، فلماذا؟ هل كان في يوم من الأيام هناك دولة اسمها فلسطين؟ لا، لا بالمرة، كما لم تكن دولة حتى لشغنيات دولة إمارة اسمها الأردن أو سوريا أو لبنان. كل هذه الأشياء هي أشياء حديثة، يعني جاءت مع الاحتلال البريطاني والفرنسي لهذه المنطقة واتفاقات سايكس بيكو من الشغنيات. لكن يعني اتفاقات سايكس بيكو ما أعطت شيء اسمه فلسطين، هل أعطت شيء اسمه فلسطين؟ فلسطين كان الانتداب لهذه الأرض وللأردن معا في البداية، ولكن بعد ذلك فصلت بريطانيا إمارة عبر الأردن، ما تحول بعد ذلك إلى مملكة الأردن من فلسطين، وأبقت فلسطين فلسطين أي فلسطين أرض إسرائيل، هذا كان اسمها فلسطين أرض إسرائيل. وكان هذا الانتداب هنا وانتداب آخر في إمارة عبر الأردن تحت زعامة عبد الله الأول. ولكن قرار التقسيم يعني بعد الفلسطينيات والربنيات، بعد ما كان هناك هنا من مناوشات وقتال والصراع وكفاح بين اليهود والعرب، قررت الأمم المتحدة الجمعية العامة بقرار التقسيم في نوفمبر عام 47، ولكن العرب رفضوه لأنه لم يريدوا أن تكون إسرائيل حتى على سنتيمتر مربع على شاطئ تل أبيب.
نعم، ولذلك هم خسروا. كيف ترى مستقبل الشرق الأوسط الآن، خصوصا أنه في تغيرات كثيرة تحصل الآن، وأنا عارف أنك لسه جاي من مؤتمر بيتكلم عن يعني ظروف الشرق الأوسط في المرحلة الأخيرة، كيف ترى مستقبل الشرق الأوسط خصوصا في العلاقة مع إسرائيل؟ الشرق الأوسط اليوم باختصار شديد منقسم إلى نوعين من الدول. النوع الأول والنوع الفاشل، بمعنى سوريا والعراق واليمن وليبيا والجزائر وكل هذه الدول المعاصرة التي بنيت على أيدي الاستعمار الأوروبي. النوع الآخر الناجح هو إمارات الخليج، بمعنى الكويت وقطر وأبو ظبي ودبي ورأس الخيمة وهذه الإمارات، 9 إمارات. الإمارات مبنية كل واحدة منها على كبير، على عشيرة واحدة. ولذلك هناك تطابق بين المجتمع والدولة، بمعنى دولة القبيلة ودولة العشيرة. ولذلك هذه الدول هي دول ناجحة حتى دون النفط كما هو في دبي. بينما العراق وسوريا والجزائر وليبيا واليمن والسودان وكل هذه الدول الفاشلة هي مجموعة كبيرة من القبائل ومن العشائر ومن المجموعات الإثنية مثل العرب والكرد والبربر والتركمان والآخرين، ومجموعات دينية مثل المسلمون والمسيحيون واليزيديون والسابئة والمندعيون والدروز والعلويين وكل هذه المجموعات الدينية، ومجموعات طائفية مثل السنة والشيعة والآخر والسلفية وكل آخرين. عندما تبني دولة مبنية من كثير من المجموعات الكبلية والعشائرية، باختصار لأنه وصلنا لنهاية البرنامج، باختصار هذه الدول ستنفك يعني مع زمان كما يحدث اليوم في العراق وفي سوريا وفي الآخرين. بينما إذا أنشأت الدولة على أساس أحادي، بمعنى القبيلة الواحدة كما هو في الخليج، هذه دولة ناجحة غنية حتى بدون النفط. وهذا هو المستقبل للشرق الأوسط، تفكيك هذه الدول الغير يعني غير ناجحة والفاشلة في العالم العربي. والعربي سيبقى مستنقعا من النار والدماء والدموع طالما هو يحاول إبقاء هذه الدول المصطنعة الغير متلاصقة بالمجتمع المنقسم في هذه الدول. أشكرك 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 دكتور مردخاي، أشكرك على التواجد معنا في هذه الحلقة، كان نفسي أكمل معك الحوار، وأشكرك على هذه المشاركة الرائعة. مشاهدينا الكرام أشكركم، وأعتذر لكل من لم أخذ مكالماتهم، أعدكم أني سأكون معكم على المباشر على الفيسبوك بطريقة غير رسمية خلال هذا الويكند، فانتظروا تجاوبي معكم والإجابة على أسئلتكم على الفيسبوك في الويكند القادم. أشكركم وإلى اللقاء.